أعلن متطوعون من شباب مدينة زليتن عن تشكيل لواء سيف العرب معمر القذافي للدفاع عن ثورة الفاتح وإنجازاتها. وأكد الشباب في بيان أصدروه بمناسبة تشكيل اللواء على تمسكهم بالقائد وبسلطة الشعب خيارا استراتيجيا دونه الموت. بيان تشكيل الشهيد سيف العرب معمر القذافي للدفاع عن ثورة الفاتح وإنجازات حضارية الأملاك ودونهم الموت بزليتن في تاريخ الشعوب أيام سطرها التاريخ بمداد من نور وذهب وأحفرها نقوشا في صفحاته لما تحمله من معان عظيمة وترويها الأجيال جيلا بعد جيل. وقليلة هي تلك الأيام في تاريخ البشرية الطويل، وقليلة هي الثورات التي تحقق الانتصار في المعارك التي تقودها وتسطر ملاحم الانتصار والبطولات ملحمة وراء ملحمة وبطولة وراء بطولة. وعبر مراحل التاريخ لم يهزم أي شعب ناضل من أجل حريته واستقلاله، فالشعب الجزائري قاد معركته ضد فرنسا المجرمة 128 عاما، قدم خلالها 1.5 مليون شهيد. والشعب الفيتنامي الصغير لقن أمريكا المعتدية الباغية درسا لا يمكن أن ينسى. وشعبنا الليبي صنع أروع ملاحم النضال في تاريخ الشعوب بمقاومته لجحافل الطليان الفاشست